سكران مرتجى كشفت لشوفي ما في حصريا، شو سبب حذفها لبوست اعتذارها عن مسلسل الكندوش وعودتها له؟ بعيدا عن الكندوش سمعنا في مفاجآت مخبيتيها لقدام، خبرينا عن مفاجآت. اسمها مفاجآت فما بقدر احكي عنها، ان شاء الله حتكونوا موجودين وقت بنحكي عنها. وكرمال البوست اللي نزلتيه وانمسح، متسرعة على السوشيال ميديا ولا لا؟ حقيقة يمكن كنت متسرعة بس فشيت قلبي وجابت جابت جدواها القصة، مو جابت جدواها انه على صعيد مادي او هيك، جابت جدواها انه بتكتشف انه الناس بحبوك فهن ما بيرضوا انه يزعلوك. هذا الشيء انا بالنسبة لي كتير بيعني لي، مو شيء تاني ابدا ابدا. دغري صار توضيح للموقف وانتهى الموضوع وانمسح، مو تحت الضغط او تحت السلاح انمسح، لا ولا انطلب مني انه يمسح البوست، انا مسحته لانه انا اخجلت مقابل المعاملة الطيبة اللي انا لقيتها. من جديد كانت سلافة فواخرجي تدير حساب زوجها الممثل السوري وائل رمضان، هيك خبرتنا حصريا عن التفاصيل وعبرت عن اشتياقها للأردن بهالطريقة. كلياتنا بنعرف انه انت عملتي الانستغرام للفنان وائل رمضان وبايدك تم الاشراف عليه، هلا الظاهر بطلتي مشرفة على الانستغرام، شو رايك باللي عم بنشره الفنان وائل رمضان اخيرا على انستغرام؟ هو انا بس يعني سويت له الحساب واطلقت له اياه وغير كلمه السر، قلت له غيره، قال لي خليه، قلت له لا ما بدي خليه، هي خصوصيتك وما دخلني بالشيء الثاني، بس انا بحب يعني اللي بيعمله وائل، شو كتب شو بيعمل شو بيقول، هو هيك هذا وائل وانا بحبه مثل ما هو. وبدنا نتشكرك لانه دائما بتنقلونا صوره هي الحب دائمه عبر السوشيال ميديا. ما بده شكر، يعني واحد بيكون طبيعي وبسيط بالقدر المستطاع. كلمه اخيره لجمهورك بالاردن. كثير اشتقت للناس بالاردن، عمان لها حصه بقلبي، الاردن غالي على قلبي، رفقاتي كلهم، فان شاء الله عن قريب هيك دائما بيكون في مشاريع، بس ولا مره اكتمل المشاريع الفنيه بالاردن نتيجه الظروف يعني، بس ان شاء الله بيكون في شيء قريب وكثير بحبهم كثير اشتقت.